بنت عابد العلى الخشع وانت ولا بيا جريح. السلام سلام سلام عليكم، معكم موسى الحلو بفيديو جديد، فيديو الأسئلة يلي سألتوني إياها قبل وصار الوقت إني أجاوب عليها. بس بهذا الفيديو رح أحط لمستي الخاصة، ما رح أسوي مثل الفيديوهات العادية لأسئلة المتابعين. بهذا الفيديو رح أجاوب على أسئلتكم بعدة لهجات عربية وأشوف إذا بحسن أحكي أنا هاي اللهجات. بس لهيك خلينا نروح على مكان حلو جاي على بالي اليوم أطلع كشتة، يعني شغل بر، شاي كرك وناسة متابعين سكر. الشوارع اللي انا بحبهم لانه فيه تصميم البيوت مختلف، كل بيت مختلف عن الثاني. مثلا هذا البيت كمان موديله ايرلندي تقريبا، كل بيت له تصميم مختلف. والفكره انه هاي البيوت ما انا بيوت الطبقه الغنيه، هاي البيوت للطبقه الاكثر من المتوسطه بشوي. في شارع ثاني هنيك بتلاقي فيلل مساحاتها شاسعة وموديلاتها كتير قديمة، يعني هاي أنا بحبها هون أكتر لأنه هي مانا كتير مبالغ فيها أنه بالنسبة لموضوع الغنى والمصاري. لهيك بتشوف يعني سيارات كمان حديثة مثل تسلا، بي إم أو ميني كوبر، بس هونيك بتشوف بس بورش، مازيراتي. هلا خلينا نكمل الطريق ونروح على موقعنا مشان نكمل تصوير. أوكي خلينا نأخذ أول سؤال هون، خلينا نأخذ كذا سؤال هون وبعدين بنكمل على المكان الثاني. السؤال الأول بيقول ممكن تقول لنا ايش دارس وايش بتشتغل؟ ارجوك رد. اوكي اول حاجه على السلامه، انا نقراو في زو سيمستر ميديا كومونيكاسيون، تو نديرو في التوازييم. وبالنسبه للجزء الثاني من السؤال، انا نخدمو في سبا، يجاو الناس لعنا، في عنا الساونا، في عنا البول، يرفعوا عن روحهم، يستمتعوا في وقتهم. الحمد لله يعني مبسوط في هذا الشغل، التيم عنا ممتاز، نقعدوا نتمانكوا على بعض نتمانكوا يعني في اللهجة التونسية، نمسحوا مع بعض. في المناسبة يعني نحبوا اللهجة التونسية بارشا ونتمنوا نعرسوا مع واحدة تونسية، يعني نتزوجوا واحدة تونسية، باش اللغة، باش اللهجة، الجمال، كل حاجة في تونس. يعني نحبكم بارشا، ديروها لرفقاتكم التوانسة، يقول لهم واحد سوري يتكلم معانا في هاي اللهجة. طبعا هاي الأسئلة هي الأسئلة اللي سألتوني إياها بفيديو اليوتيوب بالتعليقات. والسؤال الثاني بيقول ليش انتقلت من ألمانيا وهل الحياة بأوروبا صعبة ولا لا؟ لا يا أخوي أنا ما داير، يعني أنا ما انتقلت من ألمانيا، أنا ما زلت هنا. وهل الحياة في أوروبا صعبة ولا لا؟ يعني كل بلد تروح فيها لازم في صعوبات، يعني لازم في حاجة صعبة، لازم انك تشتغل، لازم انك تجد على نفسك. لما تجد على نفسك ويعني وتتعب في حياتك، ربنا بيوفقك وبييسر لك يعني الشغل وتوفر قروش طيبه. حياتنا لشعبنا في السودان، ان شاء الله تكون كلمت كويس، يعني ما اعرف بس كثير باللغه. واللي لازم اقوله يعني ان السودانيين والله من اطيب القلوب واطيب الناس اللي قابلتهم هنا في المانيا، ومن الناس اللي بيحبوننا سوريين ونحن نحبهم. السؤال اللي بعده والبلد اللي بعده، امتى بتصور فيديوهات في باقي دول اوروبا؟ هذا النوع من الفيديوهات ليه خي؟ بالنسبة للفيديوز اللي حيجوا حيتصوروا يعني بكذا دولة بأوروبا. يعني هلأ أنا مخطط للأسبوع الجاي أو بعد شي 10 أيام أني سافر على إيطاليا وعلى فرنسا وصور فيهم هناك فيديوهات. وفي كمان بلد صغير كتير هناك قريب من فرنسا حقلكن عليه بواحد من الفيديوهات وحصور فيه. يعني إن شاء الله في خطة منيحة، يعني حنشوف. فان شاء الله هلا بالفتره الجايه انه يكون في فيديوهات كتير يعني اكثر من قبل. وبالنسبه للبنان من اجمل الدول اللي عشت فيهم، وشعب كتير يعني رواء وبيحب البسط وبيحب الكيف. تحياتي للبنان وشعب لبنان. شو منيحه كانت اللهجه. ادينا السؤال اللي بعده، ليش ما بتلعب رياضه؟ كم عمرك؟ شو بتدرس؟ شو بتدرس جاوبنا عليه. كم عمري؟ ليش ما العب رياضه؟ يا واد من اللي قال لك انه ما العب رياضه؟ والله انا كنت العب في نادي هنا الماني فتره السنتين، والحمد لله كان ربنا وفقني معاهم، بس انه ما كملت عشان الفتره اللي راحت كانت بسبب كورونا، عشان كذا يعني وقفنا من التمرين. بس حاليا يعني بدت الامور يعني تتغير شويه، ويمكن ارجع للنادي ونشوف ان شاء الله ربنا يوفقنا. واحب اوجه تحيه لنادي الاهلي وعلى راسهم عمر السومه ابن البلد،
اقول له الله يوفقك يا رب. وكم عمري؟ عمري 28 سنة. برأيك شو سر السعادة بالحياة؟ لو اجاك مليون دولار شو بتعمل فيهم؟ طيب اسمع بقول لك اشي، انت سألتني عن سر السعادة. سر السعادة برأيي يمكن انك تكون راضي عن نفسك، عرفت؟ الرضا هي اول شغلة والاهم. يعني اعطيك مثال، انا احيانا بقعد بفكر انه شوف الناس الثانيين قديش عندهم ارقام كبيرة، وانا يعني مبسوط لما وصلت 1000 مشترك ولا لما وصلت 10,000 مشترك. فممكن انك ما تكون سعيد بهذا الرقم اللي وصلت له لما تراقب الناس، بس لما ما تراقب الناس وتفرح بالشيء اللي هو عندك وترضى فيه راح تنبسط كتير فيه، يعني راح تفرح عن جد من كل قلبك. هذا برأيي سر السعادة، انك تفرح بالشيء اللي موجود عندك وتقول الحمد لله وما تراقب الناس. طيب هلكيت خلصنا القسم الاول من اسئلة اليوتيوب، هالساعات منروح على الموقع الثاني ومنكمل فيه اسئلة الانستغرام. شوف هداك هو المكان اللي رايحينه. حس حالك بأفريقيا، طبيعة رائعة هون. يلا قربت أوصل، مضى علي شي شغلة دقيقتين. يلا خلينا نوصل ونكمل الأسئلة. وصلنا على الموقع وأخيرا، خلينا نكمل. ودي اقول قصيدة. هاي والله حبيناهم ولا هم دارين فينا، وحنا نقعد في البر نشرب شنينة مع القهوة شنينة. نروح على اول سؤال من اسئلة الانستغرام. حياتك كلها سفر ومغامرات، اعطينا معلومات نستفيد معاك. بص يا زميلي، انا مش عامل لك فيها بوزة الحكيم واقول لك اني عارف الدنيا وفاهم كل حاجة فيها، بس هي حاجة واحدة بس هقولها لك، او حاجتين على الاكتر. 10 ناس يا زميلي، 10 ناس واسمع منهم. 10 الناس القبيحة و10 الناس الكويسة. مش بالضرورة يكونوا كل اصحابك بقى من احسن الناس. لما تعاشر كل الناس كويسة مش هتعرف تتعامل مع الناس الزبالة، عشان كده لازم تعاشر القبيح والكويس يا زميلي، ماشي؟ والدنيا مدرسة يا زميلي، واللي ينجح فيها ينجح في اي حاجة تانية. بس كده، ما حبش كترة الكلام. انا تحية لمصر، تحية مع كوبات الشاي باللبن اللذيذة دي. ما تجيب السؤال اللي بعده يا اما عالم رخمة اوي. ثقة في الله نجاح. رضاك عن نفسك من بداية تواجدك بألمانيا لحد الآن. اسمعني يا غاتي، اكو جملة قرأتها من يومين لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، تقول الخير في الرضا، فان استطعت فرضى وان لم تستطع فاصبر. يعني اللي دا اقول لك يا انه انا لحد الآن اللي وصلت له الحمد لله رب العالمين راضي عنه، بس هذا ما يعني انه اكو فد اشياء ثانية احب اني اوصل لها بالايام. ان شاء الله لما اوصل لها راح يكون فد اشياء ثانية اريد احققها بالمستقبل بعد. الشغلة الثانية اللي رايد اقولها لكل واحد متابعني بالعراق، يا بروح لكم فدوى، انا اكثر ناس متابعيني هم العراقيين، هاي النسبة الاكبر من المتابعين عندي، فدوى لأهل العراق. السؤال اللي بعده يابا، هل ممكن تتزوج المانية؟ شوف معلم، مين قال لك انه مو ممكن؟ والله ممكن ونص. ومين قال لك انه اصلا انا ما اتجوزت المانية والحمد لله رب العالمين؟ ده نظبط امورنا حجي. اللي بعده، هل تعلم اني بضحك من قلبي على فيديوهاتك؟ عفويتك حلوة بالتوفيق. نصيحة من اخ لاخته، انصحني نصيحة مش عادية. والله الله يسعدك يا رب. نصيحة مش عادية، هون السؤال الوجيه. عندي نصيحة الك ولكل بنت موجودة بالوطن العربي، ادرسي وخلي معك شهادة، وحاولي انك تشتغلي وتكوني مستقلة عن اهلك او عن زوجك المستقبلي او عن اي حدا تاني، لانه بهذا الشيء راح تحققي احترام بمجتمعك. ممكن اول فترة تلاقي ناس ما تأيدك كتير وتقلك انه تزوجي وخلاص، وبالنهاية المرأة بس لبيت زوجة وهيك. خدي شهادة، واي واحد بيقلك اتركي الشهادة وانا بشيل كل شيء وكل شيء علي لا تصدقي. اي انسان مهما كان بيحبك ومهما كان رايد لك الخير، ممكن بالايام انه ما تتفقوا مع بعض وتدمري حياتك بانه ما يكون عندك شهادة ومانك قادرة انك تعيلي نفسك بالايام.
خذي شهادتك، خذي شهادتك وبعد تزوجي وسوي اللي بدك اياه. السؤال اللي بعده، ايش تنصح الشخص اللي يفكر يطلع من بلده بهذه الاوضاع؟ في جمله للامام الشافعي بتقول: اذا ضاق صدرك من بلاد فترحل طالبا بلدا سواها، عجبت لمن يقيم بارض ذل وارض الله واسعه فضاها. يعني هذا الكلام ان وضعك ببلدك مو كويس وقادر انك تسافر، لا توقف، حتى لو كان بلدك وضعه كويس، اطلع وسافر، شوف الناس. السفر فيه إفادة للنفس، فيه إفادة للعقل، فيه إفادة لك شخصيا لحتى تطور من نفسك. وهذا مو يعني سفر انك تهاجر وما ترجع، لا، حتى لو سافرت لبلد تاني لفترة معينة بس تغيير جو، رح ترجع صدقني انسان تاني وتكون انتاجيتك حتى اعلى بكتير. كيف بديت مشروعك باليوتيوب؟ مشروعي باليوتيوب بدأ بالصدفة. اول مرة خطرت عبالي اني انتج فيديو كان فيديو عن مدينتي، لانه ما لقيت ولا فيديو على الانترنت بيحكي عن المدينة غير انه حرب وقتل ودمار. وانتجت اول فيديو بمواد بسيطة جدا، يعني باللابتوب تبعي بس، ما كان حتى عندي مايك او عندي برامج مونتاج. يعني انا سويت البحث عن الموضوع، سجلته، والمونتاج سواه ابن عمي على التليفون على برنامج كين ماستر او شيء، والحمد لله لاقى نجاح جدا قوي. يعني صح الفيديو جاب مشاهدات بس الناس ما كانت تتابعني وما كانت تعرف اصلا مين هذا، وصار عندي حب وقت لانتاج الفيديوهات بس ما كملت فيه. ضليت تقريبا سنتين ثلاثه لحتى بلشت بعدها بفيديوهات السفر. السؤال اللي بعده بيقول: الدراسه في المانيا غاليه ولا متوسطه؟ الدراسه بالمانيا مجانيه بشكل كامل، ولكن انت عليك تدفع مصروفك. يعني انت لما بتدرس هون بالنسبه للجامعه ما في اقساط، بس في شيء اسمه رسوم تاخذ عن طريقه بطاقتك الجامعيه يلي هي تعتبر كارت مواصلات بالمدينه. مواصلاتك راح تكون مجانيه بالمدينه اللي انت عايش فيها، لهيك بتدفع هاي الرسوم. وشغلات تانية مثل الحفلات اللي بتصير بالجامعة وتنظيمات وأمور تانية. وغير الرسوم في عندك مصروف أكلك وشربك، هذا طبعا عليك، أكلك وشربك والسكن. نرجع على أسئلة اليوتيوب الجزء الثاني. My friend، ليش اخترت الاختصاص تبعك؟ اختيار كان لأنه بلشت بوقتها أني أنتج فيديوهات على اليوتيوب، وكنت قبل مسوي فيديوهات تعليق صوتي، ويعني وكنت حابب هذا المجال، مشان هيك اخترت الاختصاص تبعي. الحكاية أنه أنت جذاب وبتعرف تحكي القصص بالتشويق. يعني لا، don't do this with me. أروح أنا، ما بحسن على الكلام هذا. اللي بعده، شو هو حلمك؟ حلمي بصراحة أني طبعا بعد ما أتخرج أسوي مثلا سنة أو سنتين ماستر كإخراج، وبعدها أخرج فيلم عليه القيمة، وإني إن شاء الله أقدم شيء باليوتيوب حلو، وبس. إنه رب العالمين كمان يعني يخلي لي أهلي ويخلي لكم أهلكم، يدوم عليهم الصحة والعافية، ويخليني دائما مجموع فيهم كل فترة وفترة. بس أنت متزوج وهل عندك عيال؟ أتمنى تطلع تعليقي. أخوك سليمان من ليبيا. تحية لكل شخص متابعني من ليبيا. أنا متزوج، نعم عندي عيال. ممكن رح احاول استعجل شوي بالاسئله لانه عندي موعد بعد نص ساعه ولازم اروح. شقد عم تطلع باليوتيوب بالشهر؟ فلوس. مين هم الشعب الاكثر مشاهده لمحتواك؟ هذا جاوبت عليه بالسؤال اللي قبل هذا. الشعب العراقي هن الاكثر مشاهده، وبيجي بعده تركيا، مصر، السعوديه وسوريا. عايز اسافر اوروبا بفيزا دراسه من غير لغه، ومصاريف الجامعه قليله، وباسبوري ابيض. اتصرف انت بقى وقول لي حل. حل عندي، انا جاي احطك على كتافي واخذك لهون. روح زبط امورك يا راجل. تم مانك مزبط كم طيره وشو وضعك بالبلد اللي انت فيها وكم وفي راتب شهري من الدوله ولا كيف الترتيب؟ ايه، في واحد كمان بيجي بكيسني كل يوم، بس بدي اتحمم بكيس حمام وبيقعد بليف لي ظهري. شو تشتغل وقديش طالع الدخل من شغلك؟ الله يرزقك. هون تقريبا الدخل على الساعه 10 يورو. وين افضل مكان للهجره نروح له؟ وين ما كانوا بيحترموك كبشر وبتحسن تعيل نفسك وما تعتمد على حدا، هذا افضل مكان. كنت متوقع توصل للي انت فيه باوروبا واعلامي وهيك، والاهم انه عيلتك قريبه منك؟ لا والله ما كنت متوقع. بتفكر تدعم القنوات الصغيره يلي بتستاهل الدعم؟ احلى ماي فريند. ان شاء الله اذا لقيت طريقه اني ادعم القنوات الصغيره فيها ممكن اسويها. ممكن اسوي مثلا على الانستغرام لايف، او ممكن اسوي فيديوهات بالايام احط فيها مثلا 5 أو 10 قنوات صغيره واعرضهم للي حابب يتفرج على محتواهم وانه ادعمهم فيه. ان شاء الله بالايام كل فتره وفتره بسوي فيديوهات دعم للقنوات الصغيره، ليش لا. ولهون بدي اقول يعطيكم الف عافيه على الاسئله الحلوه هاي، وانبسطت اني جاوبت عليها، وان شاء الله قدرت اجاوب عليها بطريقه حلوه وكان الفيديو حلو ولطيف وعجبكم. ان شاء الله بشوفكم فيديوهات جايه. وسلام ماي فريند، واحلى ماي فريند، وحبيبي ماي فريند. خد 80% من متابعين هاي القناة غير مشتركين. الحمد لله.